غزل اسمع ربي ما رزقها يعني ذريتها ما فيهم واحد صاحي، كلهم عليهم قل صحه. الله الحمد لله على النعمه والعافيه، اللهم لك الحمد. عيالها فيهم اللطرم وفيهم المقعد وفيهم اللي يعاني من ضعف النمو وقصير، ولا واحد فيهم صاحي، وهي اللي تشتغل وتكد عليهم. هي العيال اللي تامه تشتغل وتكد عليهم، تشتغل وتكد عليهم. قالوا لها يا اخي بدل ما تشتغلين وتكدين عليهم تزوجي. فيه دار للرعايه، المراه كبيره في العمر، فيه دار رعايه للمعاقين واللي عليهم قل صحه، الله يشافيهم ويعافيهم. كيف شغله ريموت من هنا؟ كيف حالها؟ اسلم اسلم الله يشافيهم ويعافيهم. قال في ديار للرعايه. قالت ربي اعطاني اياهم العيال هذيل عشان يمتحني في الدنيا. سلام. وانا اللي جبتهم وانا اللي مسؤولها عنهم. مش دور الرعايه. قال طيب انت راح ضاع عمرك. المراه كبرت في العمر، لا هي اللي عرست ولا. قالت لا انا راضيه بالله. المهم لين كبروا العيال. يوم كبروا العيال جاء طال عمرك واحد شافها المرأة، شاف المرأة هذه إنها تردد على نفس المكان تشتغل فيه. قال أنت طعن فيك العمر، كبرتي ولا عاد اسمه، وين عيالك ما يخدمونك؟ قالت والله أنا ربي، شوف كلمتها، قالت ربي رزقني بثلاث عيال، ما قالت ربي ابتلاني ولا ربي، قالت ربي رزقني بثلاث عيال وأجري ورزقي منهم، الأجر اللي تأخذه والرزق اللي تكسبه بسبب من عيال من الله ثم من عيالها. وش فيهم؟ قالت فيهم كذا كذا كذا. وش فيهم؟ اللي فيه اسمه أطرم واللي مقعد واللي قالها والله أني نفس حالتك، عندي ثلاث بنات وحالتهم كذا، أو أربع بنات وحالتهم كذا بعد. والحل قال ايش رايك نتزوجهم؟ المقعد من زوجه وهذا الاطرم من زوجه. قالت شرك هداية الله، استغفر الله، الا زوجت اسمه اللي يعاني من ضعف النمو واللي هو اقصر واحد فيهم قصير، يعاني من التقزم. زوجته واحدة من بنات الرجال هذا، وربي رزقها باحفاد شلوها من الارض شل إلين طال عمرك توفت الله يرحمها، وأحفادها إلى اليوم موجودين، هم يعملون كل الأعمال الصالحة عشان العجيز ربت عيالها وما خلتهم إلين ربي رزقها وعوضها بأحفاد ضروا فيها حتى بعد موتها. استثمار في الدنيا ده. يا سلام. لكن بعكس أن بعض الناس لو يجي هلون عيال يهملهم ولا يحطهم دور الرعاية بس أنه يبي يستغني عنهم ولا يعاملهم زين. والله إن في ناس يمكن عندهم إعاقات بسيطة يمكن لو يعالج بس ولا أحد يهتم يحتر. والله إنه يمشي يتحرش أكثر من واحد أنا أعرفه، والله يمكن أعرف لي واحد هذا شوف قالت رزقي أجري ورزقي منهم وما يحرك رجليه ويديه ولا يقدر يمشي عركب ولكن لسانه ثقيل ولكن ما شاء الله تبارك الله عقله كبير على لكن لو اهتمام شيء بسيط. شنو عجلك انت؟ انا حاسس يزلم لا جتني لانه في سالفه اقول لك لكن لو اهتموا به له اهتمام له بسيط وعالجوه علاج طبيعي يتحرك بعد الله سبحانه وتعالى. لكنهم خلوه على شكل لين ما كبر، خلوه ابدا ما حيتعرضه، حرام يا اخي. اهتموا طيب من يوم صغير، اهتموا عالجوه بعضهم يدري. تدري على السالفه دي معلش ابو اسلم على السالفه دي عشان انا راكبه واحد من العمي فهد الفرزان اللي جاء هنا عنده ولد رجله فيها زي كذا بس او جاد او شيء كذا ويمشي عرفت من عوجه خفيفه بس يعني هو صغير ما خلاه بمكان عالجه في وداه الهند عالجه في مدينة الامير سلطان الثانيه عالجه في كل انحاء الدنيا والعالم وكل ما له تشابه الين هي على اساس انه وفاء. تخيل سوى ابو فرزان راح احنا في المجمع جاء وش سوى؟ فتح عنده عماره هو راح وفتح له مركز سمى مركز خطوات الصغيره او الخطوات الصغيره في حرمه خلاه فتح في حرمه جاب دكاتره وجاب ناس وجاب
اجهز مركز متكامل للاطفال لان ذاق المعاناه تخيل وضبط المركز وضبطه دكاتره على مستوى ناس من الاردن ناس من مصر وقاعد في الموضوع يمكن حول سنه ونص وهو يشتغل عليه كله العيون ايش العيون فرزان والعيون انه ايش يخدم العينات اللي مثل كذا اللي في المجتمع لو في ناس تستحي في ناس حتى في سريه تامه انت ولدك في في اعاقه في شيء في ناس تهمل في ناس تسوه الرياضه روح الرياض ماني فاضي تعال هنا يعطيك مجانا يعني عرفت وفي يعني صار في ناس من اهل المجمع من اهل ستير عندهم الاشياء هذه ومهملينها ما كان في مركز متخصص ولا كانوا زي ما قلت مهملين يا اخي اعطيك شيء موجود دارج معنا درس في دارج من قبل عندك في موضوع بسيط بس على تعقيبا اول تقول الصبر على الابتلاء على البلوى ما البلوى بنيتي اللي توفت صغيره اسمها الله جنان انت كنت اي عمرها سنتين ونص توفت فكانت منومه في المستشفى في العنايه ان شاء الله يكرمك في واحد بجنب السرير طفل من اول ما يعني من يوم ولد فيه زي ما تقول عدم نمو وفيه تشوه خلقي مشكله في الدم لا عدم نمو إيه حطوه بالعنايه كم له خمسة اشهر انا بنيتي من قعدت 18 يوم وتوفت عمرها سنتين ونص جاها مشكله حموضه في الدم وما كان ف 18 يوم ذا عرفت قصه هذا انه مده طويله فالرجل الحرمه كانت تجي نشوفها تقعد وقت الزياره اللي ولا تتحرك بس تقرا تغسله بالماء تمسح وتقرا عليه من هنا وتقرا عليه من هنا تشوف اهتمامها سبحان الله قطعه منها يوم يجي لبو مكشر حتى سمعته وانا داخل بالاسانسير طالع من الاسانسير وهو داخل يقول الله ياخذه ويفكنا منه شوف الكلمه طلعت تقطع قلبي قلت هذا شلون من ابوه ايه ابوه قلت وش هالقسوه يعني انه يتمنى لا في غيره يتمنى لا يتمنى انه ولده يموت ايه يتمنى لا في غيره يتمنى ان يجي له ولد من هذا ابتلاء هذا ابتلاء والله في ناس يركضون ركض عشان بس انه يجيه ولد هذا ابتلاء من الله سبحان الله رفضه رافض انه حتى ايش انه يعني ترى ما الله ما ابتلاك الا انه يحبك شوف سبحان الله ما صبر ويمكن لو مات الطفل كما دمته في كانه في حديث لا تتمنوا الموت حتى على الاطفال ما تدرون على عيالك هو يدعي يقول الله يفكنا الظاهر انشغاله يوميا رايح جاي رايح ما تحمل لكن الام والله ان نشوفها صابره هاجده قلب الام تبكي وغير تقرا ولب شفت القسوه منه سبحان الله انا بغى اقول جسمي قشعر انا كنت قبل الزياره اجي بنص ساعه وكنت اقول ابنيتي وكنت اقول بعد الزياره اكلم الدكتور كنت قبلها كنت اطبق بالمستشفى عارف كذا الدكتور اكلمه يقول خلونا نص ساعه زياده فالدكتور هالفلانيه الممرضه الفلانيه يعني خلونا يشوفون عند السير انا وامها خلونا عادي يعني نقعد بنص ساعه زياده تطمن بس ولا هي يعني ما كانت فيها ما كانت يعني حتى بالوقت فيغيب وتروح وترجع يعني لكن شوف الفرق فالصبر وعدم الصبر او الرضا بالابتلاء او عدم الرضا شتان بين القصه اللي قلتها وقصتك هذه الذين امنوا لا تقنطوا من رحمه الله هذه وحده والله يا جماعه خير ما جاكم الا الصبر صادق واحد من عيالها صار عليه حادث ودخل في غيبوبه ولدها كبير يعني فخلني اقول لكم يمكن في العشرينات صار عليه حادث الله يكفينا شر الحوادث ودخل في غيبوبه وقعد الله يكفينا شر الحوادث كمل تقريبا حول سنة وهو بغيبوبة الولد وقالوا لها الدكاترة قالوا لها الولد يعني قاعدة ما لها داعي عنده يعني يوميا تروح وترد عليه يوميا قالت قالوا قاعدة ما لها داعي الولد متوفي دماغيا قالت ما عليه خلوني عنده ولدي حول سنة وهي تجي كل يوم هي على ذا الرائحة رد عليه ما خلته تجي طال عمرك تقرأ عليه وتقلبه يمين تقلبه يسار تحرك يديه تحرك رجيله قالت الناس ما في فايدة الولد سنة الحين غيبوبة الولد متوفي دماغيا سنة في غيبوبة الولد متوفي دماغيا ما جيد شو روحتك هذا وقرايت ما لها داعي يعني ضيعتي وقتك
وإلى توقعنا على الورقة عشان نفصل الأجهزة بس. أوه. قالت لا. ودي مستشفيان. في حالات كثير مستشفيات تسوون. ترفضها بعد. لا لجاهم واحد خلاص يعني ميؤوس من حالته. خلاص وقع على ورقة خلنا نفصل الأجهزة ربي يأخذ عمره وخلاص. ما يصير هذا. في والله مستشفيات يسوونها والله. وين ذا برا؟ ولكن في بلاد المسلمين ما الظاهر. والله موجودة. لا يجي يقول لك خذ ولدك. يعتبر قاتل النفس ترى ذا. موجودة. موجودة. في يعني زي ما الرجال. ولو يا أخي ولو. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جاء طال عمرك. ممكن هذا دوب برا ممكن. قالت خل. كان أطول من عمارنا هذا هو الرجال. خلوني على راحتي لا حد يقول لي شيء. وتجي وتروح وتجي وتروح. قال يا بنت الناس أنت ليه الحين جاية تقرين عليه وتحركينه؟ قالت يمكن يصحى يمكن يقوم. قال حتى لو قام سنة كاملة ما تحرك الولد عضلاتها مندمرة حتى لو قام يعني بيكون مقعد. قالت ما علي منكم خلوني. وجي طال عمرك والله العظيم إنها تجي تقرأ عليه وتقلبه يمين تقلبه يسار تحرك يديه تحرك رجيله. عقب سنة الولد قام من الغيبوبة اللي كان يقولون متوفي دماغية. هنا الكلام اللي كانوا يقولون متوفي دماغية عقب سنة قام من الغيبوبة. يوم قام الولد قام يحرك يديه شوي شوي. استغربوا الدكاترة قالها والله الفترة اللي طافت لو ما جيتي تحركينه يوم تقلبينه أنت يمين وتقلبينه يسار وتحركين يديه كان ماتت عضلاته. بس بسبب حركتك له يوم تحركين يديه يعني تمرنها. ايه الولد ينجرح اصلا على جنب واحد ينجرح ترى المريض. كنا نسويها تمسويات اجي رد اجي تقلبه يمين ولا كي تخليه سرير هوائي ترد تقلبه يسار تخليه تمسك يديه تحركها تحرك دمه تحرك مفاصله تحرك رجيله تقرا عليه. يوم قام الولد قالوا لو ما حركتيه طول الفتره هذه كم ماتت عضلاته يكون مقعد الولد خلاص. يا الله على طاري التجريح وما التجريح انا اذكر واحد كان مرقد عند ابوي بالمستشفى مره مرقد قدام ابوي شباب يمكن عمره 32 33 وترى معوق هو ما يتحرك الا راسه شلول الشباب شلول ما يتحرك الا راسه ونفسه حلوه اخلاقه حلوه دايم اذا انتهت الزياره ابوي بعد المره ينام بدري وابلش انا ما ادري وين اروح روح يمين يسار فالقاه صاحي وتكن يوم تكلم ايه يتكلم هو لكنه مشلول ما يتحرك ما يحرك الا راسه مشلول كامل بس مو بسياره حاد يقول والله العظيم اني طالع من يقول من حايل ايه هو من قراي حايل يقول انا طالع من حايل ورايح انا باهلي بلي يقول انا طقطق بالجوال ما دريت الا قدامي ترايل وانا ادخل به نوره اي والله فقلت طيب الحين وضعه قال والله وضعي ها متى ما تشوف ما حرك الا راسي حتى الفراش اللي ينام عليه الله يشفيه ويقوم بالسلامه فراش هالهوائي هذا انه لانه تقرحات تصير بك تقرحات ضبطيت وانت مكانك تقرحات ابد والله العظيم احنا بنعمه ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى عندنا انعام والله العظيم انعام يعني لا تعد ولا تحصى لكن شبيه ما يبي الحمد وشكر قل الحمد لله وشكر رب العالمين الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه خلينا نغير الموضوع هذا يقول لك عمر من فنون الردود السلام عليك روح فنون الردود حلو هذا واحد جاء المتنبي وقال له شفتك من بعيد ظننتك امراه وقال انا شفتك من بعيد ظننتك رجل حلو طيب خذ فن 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 من بعضهم الذكاء سرعة بديهة هذا يقول لك مدرس بريطاني ودكتور بريطاني يسأل الطلاب عنده قال تشوفون المكتبة لا قال أنتم تشوفون المكتبة قالوا ينشوفها قال إذن هي موجودة تشوفون الصبورة قالوا ينشوفها قال إذن هي موجودة تشوفون القلم قالوا ينشوفها نشوفه قال إذن هو موجود تشوفون الله قالوا لا ما نشوفه قال إذن هو غير موجود قام واحد من الطلاب المسلمين قال تشوفون المكتبة قالوا ينشوفها قال إذن هي موجودة تشوفون الصبورة قالوا ينشوفها قال إذن هي موجودة يا سلام تشوفون القلم قالوا ينشوفها قال إذن هو موجود تشوفون عقل الدكتور قالوا ما نشوفه قال إذن عقل الدكتور مو موجود رد جميل صحيح ياي قال يا محترم يسلخ طال عمرك هوا جو كذا على الطاير مبسوط انه شريف والله اي هذا على جو على فكره ايه قال كان هذا واحد عالم مسلم انا نسيت اسمه وكان في ملحد
الملحدين ذولا بلا عقول، انا اعتبرهم بلا عقول مع انهم مفكرين لكن بلا عقول. اخرهم واحد يقول بطلع حبه تعيش العمر كله ومات. حبه الحياه الابديه ناس منتهي. والله العظيم هذا حفله هم ذكرنا السالفه يقول تمام. هذا عالم مسلم وملحد، انا ما ادري العالم ضيعت اسمه لكنه موجود او انه توفي لكن الاسم موجود في في في, في الكتب. الملحد يقول الكون ذا خلق من تراب اكسجين وثاني اكسيد كربون ومياه وضربت بعض وصار الكون. اي بالله فاضي شغل. قال يعني قالوا احنا قال هذه الطبيعه، حتى احنا شئنا عن طريق الطبيعه. قال كيف طبيعه؟ قال الطبيعه حامل وولاده وامور انتهى خلاص. قال لي هذا كيف تجي؟ لو جيته بالقران ما يقبل. صح ما يقبل، لازم المنطق ذا. هذا مو مقتنع حتى بدينك بالعقل لازم بقرانك. لازم تجي هو بلا عقل بس يبغاك تجي عني انا مفكر. ايه بالمنطق يسمع. ويجيبون اسئله غثيثه وشيء استغفر الله ما نبي نقوله. فجاه عن طريق ايش؟ العقل، لانه غبي بيعطيه بالعقل. قال طيب. يقول انا كنت قدام شباك، كنت معزوم عند عرس. هذا يقوله من العالم المسلم او مفكر مسلم. قال وبروح للعرس وما عندي سياره وما اقدر اروح واحس اني تاخرت. فجاه وانا فاك الشباك لقيت جات حديد وقف، جات مكينه ركبت، جات اسلاك ركبت، بطاريه، جات كفر من نفسه كذا وضرب ركب، جات البادي اللي ورا وصك الباب فكت البواب لي واشتغلت السياره وجيت ركبت ومشيت. قال كيف يا صاحي؟ قال وانت كيف يا صاحي؟ الارض هي تجيب شيء هذا وبهدا. ايه يعني مستحيل منطق. اي المنطق بعض المرات زي شوف التفكير. شوف تعال على على تفكيره، على تفكيره، على تفكيره. هذا الاول ترى في فكره الدكتور ذا ملحد بما انه قالها ملحد يبغى يغير الفكر. يا رجال يا رجال ابو ذكرك ابو هسه لا تروح علي لما في وقت. هذه من زمان في حلجي ابو سمر، طالب عربي كنت ادرس انا في بلو كامبريدج، كنا جالسين طال وقت في غرفه صغيره وانا ابو سمره ما عندي، كنت جاي توي طالع من الشايب ابو 9 شهور ورحت انا وسكت في شق الحالي ما لقيت احد يسكن معي. لقيت طالب ما راح اذكر الجنسيه بس انه مسلم والله علمني فيه بغ... قشعر جسمي انا بس ما راح اذكر وش جنسيته. شو صار مع مساء؟ قول كل شيء السالفه كلها تسد الضربه. جلست انا وياه في شقه صغيره يمكن تدخل باب، طبعا هي عماره اتراك عجوز وعجوزه عجوز وجيز وبنتهم عندهم مطعم تحت وحلاق. انا ساكن معهم اشتغل مسلمين لا ملحدين بعد ما ادري ايش وضعهم بس لا انت قلت لي وضعهم زين. لا لا مش مسلمين هم. ايه جيت والله قردني اطلب تعدي وسكت معي واحد لقيته في الشارع سكنته معي. هذا ما قدرني شهر نفس الكلام من شوي. ايه الرجال هذا طبعا المشترك المطبخ والغسيل مشترك كل شيء مشترك عرفت. سكن معي سرير والسرير في نفس الغرفه دولابين في الصاله، مو في الصاله في جلسه في النص صغيره يجلس فيها قهوه ولا 24 ساعه هو يقرا جالس في الزاويه يقرا كتب هذه كبرى يقرا ما يخليني ارقد الليل 24 ساعه يقرا يطلع يقرا يدخل يقرا يدخل حمام كتاب يطلع حمام كتاب. ذاك اليوم يمشي الصفق بالباب قلت يا حبيبي يرحم امك ترى قروشتي انا بعيش ترى ما مشكل معي واحد انا شوف وراك اختبار انت كل يوم وراك اختبار تقرا خلاص يا اخي قر سولف معي ما يسولف يقرا كتب كذا. بعد شهر ونص قايم الصبح انا جوي حلو الجو غيم احب ان اقوم اجواء الصباحيه حلوه واقوم اسوي حليب اسوي شكشوكه اجي اضبط لي الفطور حتى انت هنا تاكل شكشوكه واكل شكشوكتي واجلس انا واكل شكشوكه واقوم قلت يلا قوم الفطور. قام حتى ما غسل وجهه ولا غسل شيء كذا هو دروس الصفر جاب جيت بلس وقدامي قال ياكل حتى ياكل كذا اذكره حين تتسدي منها ناسك تبطرده وجات اليوم المطمه وقال يسولف قال يا سلطان بدي اقول لك شيء بس انا خايف مو خايف خايف انك تزعل مني او خايف انك تفهمني غلط. قلت ايش فيك الحين؟ وانا قاعد اكل اللقمه الاولى اللقمه الثانيه سولف قال بس ما تزعل. قلت يا اخي ما راح ازعل. قال ما راح تفكر كذا ولا كذا يعني؟ قلت يا اخي اخلص قل لي انا ورانا جامعه وبروح. قال اكيد قلت يا اخي خلصني انت ايش فيك؟ وقفت انا قلت ترى يا اخي تبي سلف الوضع خطير والله ما ابي سالفه انا متقرف او مسوي مصيبه او اللي مسوي مصيبه. جو قال لي يا ابو نهيان صراحه من الاخر انا ما اعترف ان في اسمه شيء اسمه الله ولا دين ولا دين ولا شيء. يوم قال كذا
الله حقك وينه؟ الله قلت صارخ الله الله. انا اذكر اني كلت اني شبت الشكشوكه فيني صدق عباك العجز قسم بالله. هو جوني قمت انظف انا والله انا احس العماره بتطيح. قلت بس هذا بيغير. الله الله حقك وينه؟ الله الله جود جوني خلاص صحن. انا من اللي انا عشان ابى اطلع من الموضوع وانا امسك الصحن البيض كذا وتسف طع وتصقع في ظهره. الله لا يوفقك تقول الله لا يوفقني وتقول والله والله وينه؟ الله هذا ما هو فيه وجب فيني. انت تصلي هذه ادم وعباد انت يودك انتم مسلمين يا ولد الرجال الحد. انا يا ولد اقسم لا شفت في ذا الشكشوك عجزت نزله. كثر التعلم او الدخول الغلو الدين مشكله ترى. اقول لك الله لا يوفقك ونشيله طلع لك بقسه في الدولاب قال استغفر. قال اقول لك اخر قلت استغفر. قال لا قلت طيب وانا فيت مع الباب قلت وي وانا دز مع الدرج تطلع لي جيز. قال ايش فيك؟ قلت ايش فيني هالحد؟ وانا امسك الباب تحت ورضه يرضني وانت الصوف قلت ها بدا الصبح وانا بقسني بوكس يلعب كرتين كلبه شطني قطعهم. قلت الله لا يوفق وامسكه وحطه يجزيه واقشره يلعب كاراتيه. يلعب كاراتيه دروس له دروس تزيد تقعد سن مبرنب سنجاب. لا تضغط شخصه قاعد شخصه انا بفهم هذاك سنجاب انت حليل رسالك هذاك لا طالع وابشر ويشقعني بواحد وانا اطيح ثم يقعد يقرض فيني. والله لا يوفق خلاص روح على حد كيفك وسبخك هك ونجدع مع الباب يطلع مع الباب تركت قلت الشقة ما عاد يجي واجي اطلع فوق وانا مخلص صلي واخذ ركعتين وصلت العصر والظهر كله صليته خايف ايش اسوي ولا اضف عفش ولا اضف شناط وخياس ولا يسبح ولا شيء وشو له وناظره فوق الطاوله كتاب هذا كبره وناظره كاتب كتاب عن الالحاد وما الالحاد والرجال مسلم وخوينا منه وفين كتاب هذا كبره كله عليك هاي مشكله تقراه شوف اضف طول عمرك وحرقه ودب ذا ويطلع والله لا اوريك تنقل على عاد اشوفك وملابسك خذها المغرب وابقها تحت يا كلب. التعمق في امور الدين مرات تعمق مشكله خوينا الحق. شوف في مواضيع يحتاج الانسان يتعمق فيها وفي مواضيع اللي ما يحتاج انك تتعمق فيها ابدا لان هذه قدره الهيه صارت او معجزه خارج حدود العقل ايا كان إيه؟ ما يقدر يفكر فيها العقل خارج حدود العقل. في امور لا يحتاج الواحد انه يوقف صح. يتدبرها صح. يدخل فيها يتعمق. في امور لا خلاص وقف عندها هذه قدره الهيه خارج حدود العقل. وانك صادق انت ليه اسال يا عبد الله ابو سعد اسال اختار لك واحد واساله ايه انشدني انا انشدني انا لو بك كلها عندي تكفى يا عبد الله تدري هذه الجلسه يستفيد منها فريق دعمك يعرف اسرار خاصه